مرحبا بكم أيها الأحبة أينما كنتم. أيها الأحبة، من سرق أسئلة امتحانات الصف الثالث المتوسط وبالتحديد مادة الرياضيات؟ من اللي سربها؟ شلون وليش؟ أسئلة ينبغي أن نجد أزاءها أجوبة، وطبعا بالتأكيد ماكو أجوبة مثلها مثل المرات السابقة. هذه مو المرة الأولى التي تتسرب فيها الأسئلة أو أسئلة الامتحانات العامة، امتحانات البكالوريا المفصلية المهمة، هذه ليست المرة الأولى، لكنهم يعولون على نسيان الناس وانشغالهم. قالت المثل الشعب العراقي، وهذا مثل هم يسوقوه حتى ينطبق على العراقي، يقولون بني آدم أبو كبدة الملسة بسرعة ينسى. واقعا أنهم يعولون على انشغالات الناس بالمصائب التي تترى على العراق، مصائب الواحدة تلو الأخرى، وهذه طبعا ما راح تتوقف حتى وصف العراق بأنه بلد الهرج والمرج وبلد الفوضى التي يصعب السيطرة عليها بسبب ارتخاء قبضة الجهات الأمنية التنفيذية. هذا الأمر شجع كثيرين على ارتكاب الجريمة مهما كان نوع هذه الجريمة أو ما ستتسبب به من خسائر على المستويات المادية والمعنوية. هذه ليست المرة الأولى التي تتسرب فيها الأسئلة الوزارية، ليكن في المعلوم، ليست المرة الأولى التي تتسرب فيها أسئلة البكالوريا، فقد سبقتها مرات ومرات، والجو العام يوحي بأن هذه القضية سوف لن تنتهي في القريب العاجل ما دام هناك ارتخاء بقبضة المحاسبة وتحقيق العدالة. هذا موضوعنا أيها الأحبة، تسريب أسئلة البكالوريا لهذا العام. طبعا أيها الأحبة، هذا موضوعنا راح نناقشه ويا ضيوفنا الأكارم، وكما اعتدنا تعالوا معي لنقرأ مقطعا من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول عنوانه شرف الأسئلة المسربة الرفيعة، الكاتب حمزة مصطفى. شرف الأسئلة المسربة الرفيعة، الكاتب حمزة مصطفى. لطمنا الصدور وشققنا الجيوب، لأن أسئلة الثالث المتوسط لمادة الرياضيات تم تسريبها فجرا قبل صياح الديك الفصيح. حزنا وبكينا، لأن الصباح الذي أدرك شهرزاد لا علاقة له بسوالف شهريار المكسرة على مدى 1000 ليلة قبل الليلة الأخيرة، ليلة تهريب الأسئلة التي تناسلت كل سؤال ينطح سؤال قبيل أن توصد المدارس أبوابها صباح الامتحان. ما أن تم الإعلان عن تسريب الأسئلة حتى بدأنا جولة جديدة من جلد الذات والوطن والدولة والحكومة، وضعنا الجميع في خانة واحدة أو سلة واحدة مثلما يقول السياسيون عند تشكيل الرئاسات أيام عز التوافق والتوافقية قبل ظهور سالفة الأغلبية الوطنية التي هي لا شرقية ولا غربية. بكج واحد، أخابرني إذا افتهمت شي. مرحبا بكم مرة أخرى. عنوان حلقتنا لهذا اليوم أيها الأحبة هو تسريب أسئلة أم تسريب مستقبل الوطن. طبعا محدثكم علاء فاضل، ومعي في الإعداد الإعلامي قاسم العجرش، وفي الإخراج أحمد سلام، وضيوف الأكارم الأستاذ مهند جواد الباحث والكاتب والمحلل السياسي، أيضا الأستاذ حيدر عرب رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية. أستاذ مهند، هذا الفعل مو بعيد عن
ما جرى من قتل الكفاءات العلمية بعد 2003، وهو يعني بالتالي يؤكد أن العراق بلد مستهدف بكل تفاصيله، بمدارسه، بجامعاته، بي 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 بي. كيف نقارب بين تسريب أسئلة الامتحانات العامة وكل هذه الجرائم التي جرت في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم ولجميع المشاهدين الكرام. مرحبا بك. قبل الدخول في بيان الأجوبة عن هذه الأسئلة، تقتضي الضرورة المنهجية بيان مجموعة من الملاحظات. جيد. الملاحظة الأولى، ما هي نظرة الدولة العراقية أو المجتمع العربي حول التعليم؟ يعني ما هي الفلسفة التي ينطلقون منها؟ الفلسفة هي فلسفة ماركسية شيوعية، لأنه الفلسفة الماركسية ترى أن المعلم والأستاذ الجامعي وكل المشتغلين بالتربية هم غير منتجين، إنما هم مستهلكين. يعني حينما يقسمون الوزارات، وزارات منتجة ووزارات مستهلكة، فيعتبروها من الوزارات المستهلكة، لذلك هم لا يقارنونهم بالوزارات الأخرى كوزارة النفط، وزارة الكهرباء، وزارة الصناعة. فلوس بالمقابل أنه حتى حوافز ومكافآت وغيرها محدود راتب المعلم أو الأستاذ ولا غير. هذا الأمر الأول أو الملاحظة الأولى. يترتب على هذه الملاحظة ملاحظة ثانية، أنه يكون إهمال لهذه الشريحة، وهذه الشريحة هي أهم شريحة موجودة في المجتمع، لأنها فقط هي التي تصنع الإنسان. الطبيب يتعامل مع المرضى، والمحامي يتعامل مع أهل الجرائم أو أصحاب المشكلات، النجار يتعامل مع الخشب، كل الباقين يتعاملون مع الظواهر ومع المادة، ولكن فقط المعلم هو الذي يتعامل مع الإنسان، يعني يقوم بصناعة الإنسان. فإذا ما نظرنا للمعلم بهذه النظرة، راح النظرة الأولى هي التي تخلق لنا معلم غير كفو، معلم غير محترم، بالمقابل يكون هناك تسريب لهذه الأسئلة، لأنه لا يحترمون اختصاصهم، ويريدون بالمقابل أنه تهدم كل المنظومة التعليمية. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة والمهمة، أنه هناك يعني تخريب ممنهج لكل الدولة العراقية، وخصوصاً بعد إذنك، يعني بالملاحظة السابقة أسست إلها أن هذا يعني دوافع مفلسفة نعم، من جانب مفلسفة ومن جانب ممنهجة، يعني كيف يطبقون هذه الفلسفة بالواقع، من خلال أنه عملية ممنهجة جدا لإفساد التربية وإفساد التعليم في العراق، لأن الإنسان بالأخير هو إنسان يجب أن يكون عاقلا، واعيا، عارفا، عالما، كل هذه كفاءات. حتى يقول فرانسيس بيكون أنه المعرفة قوة، فإذا فقدنا المعرفة فقدنا القوة، لذلك نحن نبقى ضعفاء في الجانب السياسي والاجتماعي والتكنولوجي والعلمي. هذا الضعف الموجود هو ينشأ من التربية، من مؤسسة التربية، لذلك هو الضعف أو في الجانب العقلي، في الجانب العقلي لذلك أنه يأتي تسريب الأسئلة في هذا السياق الممنهج لتخريب الدور التربوي في العراق. طبعا أستاذ حيدر، لاحظنا أكو جرأة يعني بالآونة الأخيرة، جرأة على المرجعيات الدينية طبعا التي تحظى بتقديس أغلب المجتمع العراقي. المجتمع العراقي معروف بتقديسه للمرجعيات الدينية، لاحظنا أكو جرأة عليها. الآن أكو جرأة على تسريب أسئلة ينبغي أن تكون يعني من القداسة بمكان، بحيث لأنها تتعلق بمستقبل بلد وليس مستقبل أجيال وحسب. هذا نتاج ضعف في إدارة الدولة أم نتاج انهيار منظومة القيم لدى الناس؟ حسنتم، أنا أعتقد سوف أنطلق. أولاً بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ علاء. مرحبا بكم الكرام، ضيفنا الكريم أستاذ مهند، حياك. أنا أنطلق من مبدأ القيم باعتبار أنه هنالك خطة، وما انتهى أنه أستاذ مهند سوف أبتدئ به. أنا أعتقد الخطة هي ممنهجة، بالتالي هي ضرب المؤسسات الثلاثة الرئيسية لأي مجتمع. إذا ما أردنا أن ننهض بمجتمع معين، إذن علينا بالأسرة، ثم المعلم، ثم الرمزية والقدوة. وبالتالي هم ابتدأوا بالأسرة، وشاهدنا التفكك الواضح للأسرة العراقية. شوف معدلات الطلاق الموجودة الآن التي تسجلها المحاكم العراقية، شوف حقيقة الجريمة المنظمة والابتزاز الإلكتروني وغيره من الجرائم الاجتماعية الغريبة
على الواقع العراقي الآن، وجميعها حقيقة تستهدف ماذا؟ تستهدف الأسرة. شاهدنا التفكك الأسري عندما أب تستهدف منظومة القيم التي جزء منها الأسرة. لا لا، أولا هي استهدفت الأسرة، إذا ما حق جزئت الأسرة وشتت الأسرة وضربت الأسرة. المرحلة الثانية حقيقة لتهديم هذه القيم هي المعلم. طيب. وبالتالي النقطة التي تربط أيضا بالجانب الآخر هي المدرسة وقيمة المعلم. سابقا كنا ننظر إلى المعلم هي قيمة عليا، بالتالي إذا ما أفرغت الأسرة وأفرغت قيمة المعلم، وبالتالي الموضوع الذي نتحدث عنه اليوم هو تسريب الأسئلة. من الذي اتهم بشكل مباشر؟ التحقيق بدأ مع من؟ مع المشرفين الذين هم أشرفوا بشكل مباشر، الذين بطبيعة الحال هم سابقا كانوا معلمين ومدرسين. إذن أصابع الاتهام أول ما وجهت لهم، لم توجه إلى المؤسسة الحاكمة في هذه القضية، وبالتالي هنالك فقر وهنالك ضعف واضح بإدارة الدولة العراقية. المسؤول عن الأسرة التربوية الذي هو يعني أنت رايح باتجاه تلازم القضيتين، ضعف الإدارة وانهيار منظومة القيم. بالضبط. بالتالي هذه المنظومة هنالك ضابط لهذه المنظومة، من المؤسسات الفاعل الأكبر منه. أنا جاءت بالحديث السابق، وبالتالي الأسرة التربوية تدار من قبل رب أسرة. من هو رب الأسرة؟ إذا ما تحدثنا بهذه القضية، أنا أعتقد أن رب الأسرة هو شخص، الشخص المعنوي لوزارة التربية، شخص وزير التربية، وكذلك من يرتبط بوزارة التربية حسب الدرجات الوظيفية الأدنى أو الأعلى. بالتالي هنا النقطة، النقطة الأخرى بصدد سؤالكم أو النقطة الأخيرة هي الرمزية، هي القيم، هي الأخلاق، هي المرجعية الدينية التي تعتبر حتى الضابط والحاكم لجميع من الضوابط الأخلاقية. وشاهدنا موقفها الكبير بان حقيقة اجتياح داعش كيف استطاعت باعتبارها كانت هي الضابط والضامن الإنما للمجتمع العراقي عندما أعطت فتوى إجهاد الكفاءة، كيف التزم بها المجتمع العراقي. إذن الخطوة الثالثة حقيقة لتدمير القيم الموجودة هي القدوة، تدمير القدوة، وهذا ما شاهدنا والتي تزامن مع قضية تسريب الأسئلة. شاهدنا قضية التجاوز على المرجعيات الدينية، التجاوز على الشهداء وما للشهيد من رمزية كبيرة جدا. وبالتالي هذا التجاوز المبتغى منه ماذا؟ هو حقيقة ضرب هذه القدوة الموجودة في المجتمع العراقي لا وهي المرجعية. إذا ما ربطنا حقيقة هذا التسلسل الواقعي والحقيقة الدراماتيكي الذي حدث خلال هذه الفترة، ماذا نقرأ؟ نقرأ من خلاله الغاية هي ليست تسريب الأسئلة وأعطائها، وبالتالي عندما سربت بماذا بيعت؟ بيعت بأسعار بخسة. إذن الغاية هي ليست بيع هي ليست بيع الأسئلة والاستفادة المادية منها، بقدر ما أنه هذه القضية هي خطة محكمة لضرب المجتمع العراقي وهذا ما يكشف وضرب القيمة، وضرب القيمة في هذه القضية. ضربنا قيمة الأسرة والتفكك الأسرة، ضربنا قيمة المعلم والجانب التربوي والتعليمي في هذه الموضوعة. أيضا رافقت هذه الهجمة هي هجمة التجاوز على الرموز، ما كانت رموز دينية أو رموز حقيقة موجودة بالبلد ومحترمة بالبلد. أنا أعتقد إذن هي كانت خطة معدة سلفا. وأيضا شوف أستاذ علاء، لا نستطيع أن نفرز هذه الأحداث كلها عن الحدث الرئيسي الذي يدار داخل العراق ألا وهي العملية السياسية. وبالتالي هنالك فريق معين لربما يحاول أيضا إشغال المواطن العراقي بأحداث جانبية وبعيدة عن الحدث الرئيسي الموجود داخل العراق، وبالتالي هو ذر الرماد بالعيون. وبالتالي آلية وطريقة إشغال المواطنين بأكثر من مشكلة في هذا الموضوع هي أنا أعتقد هو الهدف الرئيسي من هذه القضية، بالإضافة إلى الهدف المركزي وهو ضرب القيم الاجتماعية الموجودة في المجتمع العراقي. هو هذا ربما عماد الموضوع، ربما يعني الأهداف الكبيرة والرئيسية لمثل هكذا جرائم هو ضرب منظومة القيم، ويعني جعل هذه المنظومة متهاوية لتمرير أجندات أخرى. ضيوف الأكارم، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقالة، مقطعا من مقال حمل عنوان بين الأمن الغذائي وتسريب الأسئلة، ضاع العراق، الكاتبة انتصار حميد. بين الأمن الغذائي وتسريب الأسئلة ضاع العراق، الكاتبة انتصار حميد. نحن أمام مشكلة كبيرة وأسئلتها كثيرة، ما هي الإجراءات المتخذة بحق المقصر والمسؤول؟ والجواب على ذلك
استنادا إلى بنود القرار رقم 132 من المادة 1 الخاص بالامتحانات الوزارية والمدرسية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من سرب الأسئلة، وتكون عقوبة الحبس مدة 7 سنوات إذا كان مرتكب الجريمة من واضعي الأسئلة، وتكون عقوبة الحبس سنة إذا نشأت الجريمة عن إهمال أو تقصير. والسؤال التالي والأهم: ما الحلول الناجحة لمعالجة هذه الخروقات؟ وهنا يأتي دور الشعب لإنهاء اللعبة التي لعبها الطرف الآخر، والتي بات واضحا لنا أهدافه ومصالحه، ويكمن هذا الدور في تشكيل حكومة رصينة ترفض التعامل مع الذين أشرنا لهم في بداية حديثنا، حكومة ترفض الخضوع لما يريده الطرف الآخر. مرحبا بكم مرة أخرى، وأجدد ترحيبي بضيوفي الأكارم. أستاذ مهند، صندوق النقد الدولي يقول 90% من طلبة العراق لا يفهمون ما يقرؤون. أولا، يعني ليش صندوق النقد الدولي يقيم حالة الطالب العراقي؟ هذا أولا. اثنين، أكو ربط يمكن، هل يمكن أن يكون أكو ربط بين تسريب الأسئلة وتصريح صندوق النقد الدولي هذا؟ نعم، هناك ربط واضح جدا أنه صندوق النقد الدولي. أريد الإجابة عن هل أن جزء من مهام صندوق النقد الدولي هو تقييم وضع الطالب العراقي؟ صندوق النقد الدولي متخصص فقط في الأموال، ولكن أنا أريد أوضح أنه صندوق النقد الدولي يتحكم في كثير من مفاصل الدولة العراقية وكثير من الدول، يهيمن عليها، امنع التعيينات، ارفع سعر الصرف، كل القضايا، كثير من القضايا، حتى القضايا الداخلية السياسية يتحكم فيها، لأن معروف هو أنه توجه أمريكي وهو مؤسسة أمريكية. هناك مؤسسات كبيرة، أذرع للعولمة كان واحد من أذرعها هو صندوق النقد الدولي اللي هيمن على الشركات العابرات للقارة وكثير من المجالس الأمن وغيرها، هاي تهيمن على، هناك أذرع، يعني أذرع كثيرة من هذا الذراع. الأمر الآخر أنه قضية تسريب الأسئلة وقضية قانون الأمن الغذائي، هذه مؤشرات وليس هي الحقائق الأساسية، هي مؤشرات على شيء ما وراء هذه الأفعال، يعني هي من خلالها نستطيع أن نفهم كثير من الأمور التي تجري خلف الكواليس، أنه كيف يكون هناك هدم لكل المؤسسات وكل الأنساق الموجودة داخل المجتمع العراقي، من جانب أنه المؤسسة التشريعية تقوم بمخالفة الدستور والمحكمة الاتحادية بقرارها، هذا أولا. أنه ضرب لمنظومة أو ضرب للسلطة القضائية التي هي ينبغي أن تكون هي الحاكم ولها قول الفصل في كل شيء. الأمر الثاني أنه استهداف لقضية القيم والتربية والشخصية المعنوية للمدرس. حتى قبل فترة قرأت مقال أرسل لها أحد الأصدقاء أنه مديرة مدرسة، هي وضابط من الأجهزة الأمنية كان عشيقها وقتلت زوجها بالتعاون مع الضابط. هذه المسألة يجب أن نحللها تحليل أنثروبولوجي، يعني ندخل في خلفياتها. الأمر الأول، المؤسسة الأمنية دورها حماية المواطنين، والمؤسسة التربوية دورها زرع القيم والمثل داخل النفوس. يعني مدير المؤسستين ينبغي أن تضبطان المجتمع. نعم، يضبطان المجتمع. تسبب بمشاكل المجتمع. نعم. يعني إحنا نتصور المشهد أنه أجن الطالبات الصبح وسمعن المديرة مع مدرستهن هي القدوة والمثل الأعلى أنها ارتكبت جريمة بحق زوجها. أو أجوا الصبح الشرطة وأجهزة الأمن سمعوا أنه صديقهم بالسجن لأنه قتل شخص. نعم. مع على ما تسمى يعني انهيار النموذج. انهيار. نعم. انهيار يصير. هذا راح أنه كل الآمال عند الناس بعد تنهار. لذلك تسبب هذه المشاكل. فإحنا هاي فقط مؤشرات. الأسوأ من هذا ماذا أستاذ محمد؟ نعم. أنا أذن لكن هذه النقطة جدا مهمة. الأسوأ من جريمة المعلمة وجريمة الضابط هو نشر هذه الأحداث، وبالتالي إيصالها لجميع
الحقيقة من يسمع هذا الخبر. هنا النقطة، هنا تبتدأ قيم، هذه قيم بالانهيار. الغاية منها لماذا تم كتابة هذا المقال، لماذا تم نشر هذا المقال، لماذا تم تداول هذه الأفكار، هو الغاية منها هدم هاتين الركيزتين. إذن أنا أعتقد الأخطر بعد ما نشخص يعني الكتاب لا مو شخص لكن هنالك احترام لهذه المبادئ. بما أنه أنا أسلط الضوء على هذه القيمة، يجب أن أزرع بنفس اللحظة قيم المعالجة. أنا إذا أنطيها كخبر عادي أنت تفسرها وأنا أفسرها والآخر يفسرها، لكن يجب أن نعطي قيم أخرى، نقول أنه حق النفس الإنسانية هي تأمر الإنسان بهذه القضية. ابن نبي قتل أخوه وهو أخوه شق ابن نبي، عفوا بالتالي أنا أعتقد نشر هذا القيم توسيع طيف المعنى بعد إذنك. نعم. توصيف طيف المعنى للكلمات اللي تكتب أو تنشر واقعا بالإمكان يعني مطة، وبالإمكان الذهاب هي مسائل أخرى تدعم قاعدة أو تدعم. لا احنا اليوم هسه من نسلط الضوء على حاله معينه. نعم. ما من الممكن نعمم هذه. نعم. الحاله اذا صحيح. وصلنا الى مرحله التعميم. صحيح. اذا اوصلنا الطرف الاخر الى مبتغاه. نحن نتحدث عن هذه الحالات لخصوصيتها باعتبار هي حالات شاذه. اذا احنا نسلط الضوء على الشذوذ بهذه القضيه، لا نسلط الضوء على القاعده. تبقى قيم الاخلاقيه الموجوده عند المعلم. طيب هي هذه حاله من ايش قد عندنا معلمين؟ اكثر من 750 الف معلم موجود عندنا. احنا بدنا نضبط بالجيش ننتقل من الجزئيه. نعم اريد اتوجه بالسؤال لجناب السيد ما دام بعد هو اخذ الدفع. يعني استاذ حيا، يعني اكو مطالب طلعت بها الناس جدا مشروعه وحقيقيه وواقعيه، صدعت الحكومه رؤوسنا بمقوله الهيبه. اين مقوله الهيبه من قضية تسريب الأسئلة؟ ليش ما حد حكى بيه؟ يعني هذه الهيبة التي انتهكت بشكل تام في تصرف أو سلوك بسيط. أستاذ علاء، الانتقائية واضحة. لو رجعت لي إجابتي عن السؤال الأول. نعم. قلت لك إنه هذه القضية واختيار هذا الوقت تحديدا. نعم. هو لغايات. نعم. معينة. نعم. ربما ربطت هذه القضية بالجانب الواقع السياسي العراقي، هي عملية ذر الرماد، وبالتالي هو إشغال المواطن العراقي بأحداث. يعني كم مرة سربت الأسئلة؟ أنا مطلع وأنا قريب. نعم. من الواقع التربوي. نعم. للعلم هذه ليست. نعم. المرة الأولى هنا، ولا على واحد من أسباب استدعانا لجنابكم لأنك مدرس يعني. نعم. هذه هنالك مرات عديدة تم تسريب. نعم. تم. نعم. تسريب الأسئلة ليست المرة. لماذا لم يسلط الضوء؟ شوف، ما هي الأهم، امتحانات البكالوريا الثالث المتوسط أم امتحانات بكالوريا السادس الإعدادي التي من خلالها نستطيع أو تفتح باب المستقبل؟ ذيك أهم. نعم صحيح، أحسن باعتبار هي درجات. نعم هناك الابتدائي بعد خلاص، هي من تحدد الصف القادم بهذه القضية. لماذا هذا الحقيقة تسليط الضوء الإعلامي الكبير؟ كم مرة سربت؟ أنا مطلع المرات العديدة سربت. أنا إحدى الحالات مسكتها بيدي. مسكتها بيدي قضية وضعت أسئلة إحدى المواد مع مادة أخرى، وبالتالي وصلت إلى الأطراف الأخرى، تم مسكها، أصبحت بيدي في هذه الحالة. هذا تقريبا في عام يا أما 2008 أو 2009. ممتاز. وبالتالي هي ليست المرة الأولى لعملية تسريب، لكن لماذا هذا حق الضجة الإعلامية الكبيرة؟ أنا أعتقد ما وراء هذه الضجة الإعلامية الكبيرة هي لتغطية جانب معين أو لتغطية مشروع كبير في هذه القضية، وبالتالي إشغال المواطن والرأي. وإلا هيبة الدولة، هيبة الدولة، طب احنا دائما نتحدث انه قتل النفس البريئه او المحترمه. نعم. هي وكانما قتلت الناس اجمعين. اذا ما قتلنا الناس اجمعين، هل هنالك بقى داعي الى اي حاله معينه؟ استاذ مهند، انت رايح بهالاتجاه؟ يعني هل سؤال هو هل تعتقد ان قضيه تسريب الاسئله في هذا التوقيت اللي يشير له جناب الاستاذ هو فعلا لتمرير ربما مشاريع قوانين، او يعني اكو فعل سياسي يستلزم إثارة الشارع وإلهائه من أجل تمرير مثل هذا القانون من الغذائي مثلا؟ ربما يكون هذا، ولكن أنا أذهب باتجاه آخر، أنه الآن الدولة العراقية والسياسيين والكتل السياسية وكل مرافق الدولة مشغولة بتقسيم المناصب والتدافع السياسي ومن يكون، وهذه الفوضى الموجودة. فنتيجة لهذه الفوضى تأتي تسريب الأسئلة في هذا السياق. لذلك الأمر الغريب الآن الذي أحدث ضجة أنه ثلاث نسخ أو النسخ الموجودة كلها
كلها سلبت يعني مو نسخة واحدة حتى يعني ما يقال حتى يعني قضوا حتى على المعالجات إذا من المعالجة أزيدك من الشعر بيت ليش أجلوا الامتحانات كانت هنالك معلومات على أنه بقية المواد أيضا تم تسريبها وبالتالي تم التأجيل هذا صياغة الأسئلة مرة أخرى نعم يعني المشكلة أنه كانت المعالجة أنا مو قائد تربوي نعم. بس السيد يقدر يفيدنا بهذه المعلومة أنه البديل دائما أنه ليش تخلي أكثر من أسئلة حتى تحافظ على سرية نعم. الأمر الثاني إذا حدث طارئ مثل هذا تسريب الأسئلة تقدر أنت تجيب أنت قضيت أصلا عن العلاج إذا كانت خطة محكمة مدبرة ومن الرؤوس لأن هذا الفعل ما أتوقع أنه شخص عادي يقدر أي يعني مشرف تربوي أو أي شخص عادي يقدر يروح يسرب الأسئلة ولذلك هذا اللي حالة ثانية بجن الأزرق ولذلك الذي يرتاب ويذهب باتجاه أن هناك فعلاً أريد له يعني أن يشغل الناس عنه حتى يمرر يعني هذا اللي يدعي أنه القضية قضية سياسية أكثر من كونها جنائية هذا يعني دواعي التفكير بهذه الطريقة واقعية وحقيقية أنا قلت ربما يعني ولكن المسألة أنه الفوضى السياسية الموجودة والأمر الثاني حتى إذا شغل المجتمع العراقي هو ليس القرار بيد المجتمع العراقي مجموعة من الكتل السياسية والقوى السياسية والجهات هي التي تقرر هذا الواضح يعني اليوم ما توقع مثلا رئيس كتلة اليوم أنه مشغول بتسريب الأسئلة لا هو واضح وعنده عمله وعنده شغله وأهدافه هذا الواضح الموجود لا ما أتوقع لعله تشغل أذهان الناس لأن الناس اليوم ما بيتهم شيء يعني شنو اللي يقدرون يفرضون انه هذا لازم هيك تسوونه يعني التقليل من الحوائط وما الى ذلك يعني اشغال النخب نعم فيها غايات نعم. لان حتى نعوم تشومسكي نعم. انه الفيلسوف الامريكي نعم. دائما يقول كل القضايا المطروحه في الاعلام هي تغطية على القضايا الحقيقية نعم. والأساسية هذا موجود يعني أنه حينما يدخل في فلسفة الإعلام يقول أنه الإعلام الموجود اليوم كل قائم على أنه إشغال الناس بأمور جانبية من أجل إلهاهم عن الأمور الحقيقية ولذلك الناس اللي تروح بأي اتجاه يعني مبني على الريبة هو ذهاب مبرر وربما له نصيب من الواقع نعم أنا لا أرى تعارض بين الأمرين أنه من جانب إشغال الناس ومن جانب ضعف الدولة الموجود نعم. ومن جانب أنه هناك يعني عمل ممنهج لإفساد الجانب التربوي كلها نقدر نجمع ما أشوف تعارض كارم أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معنا لنقرأ مقطعا من مقالنا الأخير الذي حمل عنوان البكالوريا وتراجيديا التربية وفوبيا الطلاب الكاتبة رواء الجبوري البكالوريا وتراجيديا التربية وفوبيا الطلاب لا تقول تسريب بل خيانة الأمانة وبيع الذمم والاستهتار بالثوابت والقوانين لكن من خان وطنه وباع دم الشهداء والشعب وسرق ماله كيف يؤتمن على ورقة أسئلة؟ أبعدوا نزاعاتكم السياسية من المؤسسات العلمية لم يبق للعراق سوى جيل الأبناء لم يبق شيء أفلستم العراق من جميع الخيرات استنزفتم كل شيء حد النخاع تركنا لكم كل شيء لم يبق لدينا سوى كتاب ودفتر وقلم نضعها بيد أولادنا اتركوهم وشأنهم هذا هو سلاحهم الذي يقاتلون به الجهل الذي أوردتموه للعراق مصالح الساسة الشخصية وصلت لأخطر وأدق منظومة وهي التربية الرشوة بيع الأسئلة وفشل المنظومة التعليمية ومحاربة الطلبة في دراستهم مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى أستاذ حيدر عرب يعني التحول الذي طرأ على العملية التربوية في العراق من خلال يعني انتشار غير مسبوق للمدارس الأهلية جعل أو دفع باتجاه جعل التعليم سلعة مثل باقي السلع يمكن أن يكون مقابلها ثمن هذا شنو علاقته بنفس تسريب الأسئلة شوف
القضية هي قضية واضحة، هو ضرب حقيقة العملية التعليمية والتربوية في العراق. شرع بقانون هذا الضرب يبدو؟ لا، شوف، أولا قضية التعليم الأهلي قانون قديم يرجع إلى حقيقة سبعينيات وستينيات القرن، بس ما كان معنى الانتشار بهالطريقة هذه. هي المشكلة هنا، يعني مشكلة من يرغب أستاذ حيدر اللي يريد يعبر ابنه صفين يعني الأول والثاني يوديه مدرسة أهلية وهو ضامن تماما أنه يوصل للثالث، وبالنتيجة بالنتيجة شوف نعم. خلي ناخذها أول مرة ناقشها حسب تراتيبية الأحداث مالتها. نعم. أولا الضعف التربوي والتعليمي متى بدأ يدب في العملية العراقية؟ فترة السبعينات والستينات كان يصنف العراق على أنه أو يساوي العملية التربوية والتعليمية بالدول الإسكندنافية، ونحن نعلم أن الدول الإسكندنافية تعتبر هي الدول الأولى بالعالم. نعم. بنسبة أو بجودة التعليم. جودة التعليم كان العراق حقيقة يوازي لهذه البلدان. بدأ من عام 85 القرن الماضي إلى وصول 2003، تأملنا خيرا هذا التغيير أنه سوف يكون هنالك اهتمام باعتبار أتت قوى جديدة تسعى إلى خلق مجتمع ديمقراطي حديث، وبالتالي حقيقة المهيمن على الوضع السياسي العراقي الداخلي هي ليست الإرادة الوطنية العراقية، وإنما هنالك إرادات خارجية تسعى حقيقة إلى ضرب التعليم باعتبار هو اللبنة الأساس لبناء أي مجتمع حضاري. بالضبط. وبالتالي أنت إذا ما أردت أن تبني مجتمعا حضاريا مثقفا واعيا يعلم أين الخطوات الحقيقية التي يجب أن يصل لها المجتمع. وبالتالي إذا ما رجعنا لهذه البلدان المتقدمة ومثلنا على ذلك اليابان، ويحلو للبعض بتسميته كوكب اليابان، بعد الحرب العالمية الثانية إمبراطوريا على ماذا بنطرون الإمبراطور ماذا سأل سؤالا محددا، هل التربية والقضاء بخير؟ قالوا نعم، قالوا نحن بخير. الآن بعد 19 سنة من التغيير لحتى هذه اللحظة، الآن الهجمة أين ذهبت؟ ذهبت بواقعين التربوي والقضاء. وبالتالي كثير من المفكرين والفلاسفة قال أعطيني تعليما تربية ناجحة قضاء نزيها أعطيك مجتمعا واعيا، تمام. وبالتالي الغاية الآن هي الغاية هي ضرب حقيقة العملية التربوية والتعليمية. الطرق هي طرق مختلفة. الآن واقعنا تسريب الأسلحة والأسئلة الأفو، وبالتالي تسليط الضوء على أن هنالك مؤسسة تربوية غير أمينة حقيقة وغير مؤتمنة على هذه القضية، تحويل التعليم الحكومي إلى تعليم أهلي، نشاهد هناك لا يوجد هناك لا بناء للمدارس لا تطوير بالمدارس. هذا اللي نتحدث به ويا جناب الأستاذ مهند جواد. أستاذ مهند، يعني أقرأ لك وللمشاهد الكريم بنود قرار 132 من المادة 1 الخاص بالامتحانات الوزارية والمدرسية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من سرب الأسئلة، وتكون عقوبة الحبس مدة 7 سنوات إذا كان مرتكب الجريمة من واضعي الأسئلة، وتكون عقوبة الحبس سنة إذا نشأت هذه الجريمة عن إهمال أو تقصير. المحاكم تحكم بالمؤبد والرئاستان تصدران العفو كما حصل في يعني تجار مع تجار المخدرات من أبناء المسؤولين. يعني هذا ألا تجد فيه نوعا من استهداف القضاء يؤدي إلى جرأة من يريد أن يرتكب جريمة مهما كانت نوعها؟ نعم، الغاية مشكلة كبرى يعني. نعم. يعني تاجر مخدرات يطلع، فاللي سرب الأسئلة كأنه الأسئلة كأنه يأمن جانب القضاء. نعم، الغاية من إضعاف القضاء هو أنه المجرم يكون حر والفساد ينتشر، لأنه إذا ماكو هناك رادع، حتى القرآن الكريم يقول جعل لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم. لعلكم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. نعم. يعني أنه الإنسان ما يتق الجرائم، ما يتق الموبقات إذا ماكو قصاص موجود، فالقصاص هو الأساس في ضبط السلوك، والقصاص يأتي للمسيء، أنه حتى لأن الإنسان غير مسيء لا يحتاج أصلا إلى قضاء، لأنه منظومة القيم هي التي تسيره. فأولا إضعاف القضاء من أجل أنه فتح مجال للمفسدين. الأمر الثالث، إذا كان المجتمع بدون قضاء والقضاء فيه ضعيف، كثير من يعني الدواعي الفاسدة أو التوالي الفاسدة على هذه المسألة، منها أنه يهيمن طرف على القضاء أو يحاول تعطيل القضاء. مثلا رئيس الجمهورية دائما حامي الدستور، أي قضية لا يقرها بالقضاء، حتى المجرم الدكتاتور الطاغوت صدام تنصل منه رئيس الجمهورية،
كأنه رئيس الجمهورية موقع موقعين ويا الدول إنه ما عندنا يعني حكم الإعدام اشتراكية مع اشتراكية وغيرها ما يفد فد مشاكل كثيرة. إذا أنت موقع إنه لا تجي للعراق ولا تصير رئيس لأن الدستور العراقي يقول إنه لازم أكو حكومة إعدام. هذا الأمر. الأمر الثاني إنه على أي حال يعني سجن الحكم المصري ما عم تثقل كان يعني آلاف المجرمين الإرهابيين الذين حكمت يعني على صدرت بحقهم أحكام باتة وهم هذا من جانب ميزانية العراق من هو من جانب الآخر إنه تثقل كاهل الحكومة إنه حقوق الإنسان ترى ما تجي للضحية تجي للمجرم. حقوق الإنسان تفتر بالسجون وبالسجون المجرمين إنه وش قد حقه وش قد يأخذ وش قد لازم تصرفوا له وكله حتى إنه يجيبونهم يقصون نظر عيونهم قوي أو مو قوي حتى إذا باكر طلعوهم يقدرون يبقون زين. هاي المشكلة وهاي المشكلة الموجودة. الأمر الآخر شوف الخدمات الموجودة عندهم دائما كهرباء ومحاسبين. أتحدى الشرطي يقدر يحاشي له واحد من المحبوسين مباشرة ترفع عليه قضية. كثير تدخل المخدرات وتدخل الموبايلات وبعض المساجين يذهبون إلى أماكن وبعضهم يديرون شبكات من داخل السجن. كل هذا الموجود هو إنه يبقى الفساد دائما. وبعض السجون الموجودة سجن الحوت وغيرها وبعض السجون دائما نشوف حتى موجودة مثلا في سوريا بين فترة فترة تصير هروب جماعي لا أكثر ولا أقل. هاي المخابرات الأمريكية والعالمية تأمن على ذول العصابات بهاي السجون وتحميها من بعيد. إذن موضوع الاستخفاف القضاء والاستهانة كل هذه التوالي الفاسدة الدولة هي التي تدفع باتجاه أن يتجرأ الآخرون على ارتكاب الجريمة. كل القيم نعم سار حيثر. يعني احنا لما نتحدث عن جريمة تسريب الأسئلة بوصفها واحدة من الجرائم التي ترتكب بحق المنظومة التربوية العراقية اكو امور اخرى لا تقل أهمية ولا تقل يعني شأنا فيما يتعلق بموضوع ضرب المنظومة التربوية الا وهي البنى التحتية للمدارس العراقية المتهالكة. يعني مدرسة ما بيها مختبر للطلاب حتى يتعلموا بمدرسة يعني الصف الواحد مثلا يضم 90 طالب. أنا أعرف مدارس الصف يضم 90 طالب. بعض المدارس مبنية من طين بدون رحلات ويقعدون على الأرض. بعض المدارس حتى صف ماكو يقعدون على الأرض. يعني إلى متى يلتفت يعني إلى متى تبقى المدارس غير ملتفت إليها من قبل صنع القرار؟ حقا للأسف كنا نتأمل خيرا بالحكومات المتعاقبة التي في العراق لأن تنتشر العراق من الواقع التربوي والتعليمي المزري. حقا إذا ما رجعنا للبنى التحتية العراق، العراق بحاجة إلى أكثر من 10,000 مدرسة بناء. وبالتالي العراق الدولة الوحيدة يمكن في هذه المنطقة منطقة الخليج العربي التي لا تزال هنالك مدارس طينية ومدارس صفيح. المدارس الكهربانية التي هي أسوأ من المدارس الطينية. أنت يمكن ما مدرس ولا داخل الصف من الصفيح حقيقة ونحن في هذا الحر القائض. هنالك هنالك تأخرت في السنوات التي مضت هذا الوضع. الآن نحن لا شتاء صيف مستمر ولله الحمد في العراق. وبالتالي البنى التحتية حقيقة ترميم المدارس باعتبار أغلب المدارس العراقية مدارس متهالكة وبالتالي لا تصلح لا باب لا شباش لا كثير من حق الأجواء البيئية الملائمة لجذب التلاميذ. وبالتالي أصبحت المدرسة في العراق هي بيئة طاردة للتلميذ. لكن بنفس الوقت عندما تذهب إلى المدارس الأهلية تجد كل شيء متوفر من حقيقة الأثاث من المختبرات من الصف الملائم والأعداد الملائمة داخل الصف. لماذا هذا الكيل بمكيالين حقيقة بالمعايير؟ قبل قليل أنت قلت هو يعبر بالمرحلة الأولى والثانية. هل تعلم سيدي الكريم حقيقة وصلت بعض المدارس الأهلية بامتحانات البكالوريا باعتبار البكالوريا لا يوجد هنالك نعم حقيقة صحيح مسألة الرسوب بها كانت صفر 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 سبع إلى ثمان. هذا دليل قطعي على أن السنتين اللي سبقت البكالوريا سنتين شوف يعني له الأسوأ الأسوأ من هذا هذه الأبنية المدرسية. نحن نعلم أن المنظومة التربوية اسمها في أي منظومة في العالم تقوم على مرتكزات ثلاث المعلم البنى التحتية واللي جزء من عتاء المنهج والتلميذ. وبالتالي أعطيني من هذه الحقيقة الأضلع الثلاث لبناء أي منظومة تربوية في العراق هي ناجحة. التلميذ لا توجد هنالك بيئة ملازمة طيبة بحيث اسمها تجذب التلميذ للتعليم داخل المدرسة. المدارس أو الحصص الترفيهية مثل الفنية والرياضة والأسرية والأخلاقية رفعت من الجدول هذه واحد. اثنين حقيقة الساحات الخضراء وساحات انتشار الطلاب ما موجودة. مدارس جداء الصف
كل واحد أكثر من 100 تلميذ في الأطراف. نعم. وفي المركز من 80 إلى 90، وبالتالي هذا انتهى التلميذ انتهى. المعلم، هل هنالك حماية للمعلم؟ قانون حق حماية المعلم الذي شرع هل نفذ وطبق بشكل حقيقي؟ يترك المعلم أمام حقيقة ولي أمر التلميذ أو أمام المسؤولين إذا ما أحد المسؤول لديه تلميذ أو طالب في هذه المدرسة؟ هل يستطيع المعلم أن يحاسب أو يعاقب هذا الشخص باعتبار لديه المسؤول؟ وبالتالي كثير من الكوادر التعليمية تم قتلهم بباب المدرسة. ثم تسوى القضية وسوى الخلاف بفصل عشائري، لكن كان من المفترض في قانون حماية المعلم من أجل الردع يجب أن يكون القضية قضية التجاوز على المعلم، حتى وأن أصبح هنالك صلح اجتماعي وعشائري. نعم. يجب أن يكون قانون ما يسمى بالحق العام. نعم. وبالتالي يكون حقيقة المدعي الشخصي في هذه القضية هي الوزارة بشكل كامل، ليس المعلم، لرفع الحرج ورفع الضغط على المعلم. أنت المعلم تنازل عن حقك، لكن الوزارة لا تتنازل عن حقها. هذا جانب. نعم. هل أمنت حق وزارة التربية أو المؤسسة العراقية والحكومة العراقية أعطت المعلم الجانب اللائق من التدريب على المناهج الحديثة؟ أعطته حقيقة الرأي. قضية المناهج أستاذ حيدر قضية يعني أيضا بحاجة إلى وقفة، لأنها يعني مناهج وضعت كأنها لطلبة ليسوا. أنا قلت لك النقطة الثالثة. نعم. النقطة الثالثة هي المنهج وال. نعم. زين. أين حقيقة دعم المعلم في هذه القضية؟ نشاهد الآن حقيقة أغلب رواتب المعلم هي رواتب بسيطة حقيقة لا تغني، وبالتالي يضطر المعلم أن يذهب إلى أعمال أخرى، وبالصدفة حقيقة سوف يلتقي التلميذ أو الطالب مع أستاذي بنفس العمل. أين قيمة المعلم عندئذ في هذه القضية؟ إذن انتهت قيمة المعلم وانتهت التلميذ. المنهج الذي من خلاله حقيقة نوصل، أي معنى أن المعلم هو حلقة وصل ما بين المنهج والتلميذ، هو يوصل المنهج إلى التلميذ، وبالتالي الآليات الحديثة حق إيصال المناهج هذه. شوف، أولا الكتب تؤخر طباعتها أو أخر اسمه إيصالها إلى التلاميذ إلى ما بعد أسعار الوزارة هذا العام. أنا أبنائي، أنا شخصيا أبنائي اشتريت لهم الكتب الرسمية. طيب هل يستطيع أن حقيقي أنت كمعلم وكتلميذ أن تفهم المادة اللي هي بدون منهج؟ مع الاعتذار أيها الأحبة، معد الحلقة الأستاذ قاسم العجرش كتب الخاتمة التالية: إن التسريب المتكرر لأسئلة الامتحانات شكل واحد من أشكال الاستهداف، وهدفه تشويه العملية التعليمية وزعزعة الثقة بمستواها أمام العالم الخارجي. إنه يستهدف إحباط الطاقات الشبابية الذكية التي تتطلع إلى أن تساهم في إعادة بناء ما دمره الأعداء، وهو يستهدف كذلك خلق شعور في اللاوعي لدى الطلاب بأن لا ضرورة للسعي والمذاكرة، فالنجاح مضمون بدون ذلك. شكرا وإلى لقاء جديد.